مرحبا بكم في جوسب إكرام. البارح قلت لكم على اليوم كان حلقة سبيسيال، راكم باين تعرفوا عليه؟ نروحوا جينجل ونعاود نولو لكم. حلقتنا تاع اليوم خصصناها للمرحوم حسني. كما على بالكم اليوم هو 29 سبتمبر اللي هو ذكرى مرحوم حسني، ندعو له بالرحمة. نروحوا مع بعض نشوفوا بعض الفيديوهات اللي يرسلوهم لنا الفنانين يدعو له بالرحمة ونعاود نولو لكم. السلام عليكم، معكم الكوميديا بوخلف الفسحلي. جيت نهضر لكم على الشاب حسين الله يرحمه. اليوم 29 سبتمبر كي فو دير 28 سنه ملي مات ربي يرحمه ان شاء الله. على كل حال انا كنت ومازالني فان ديالو، مش فاهم مليح هذه كي كنت صغير كانوا دوك يخرجوا لي زيكوتور الكبار هذو، كانوا على مود. خبيت دراهم حتى شريتهم، وليت كاين بلاصيهم ما نحيهمش كاع، نسمعوا غير هو ربي يرحمه ان شاء الله. داير ماشي غير انا، لا بلي باركات على جينيراسيون تاعي ولا اللي كبار عليا، ولا كاين ميم الشباب تاع دوك اللي يسمعوا فيه، خاطرش كان عنده كلام قي، اللحن ديالو، الموسيقى. وتاني باش ندير المقارنه بين الراي تاع بكري والراي تاع دوك، ماشي غير انا يعني نقول فيها، تسقسي الناس كاع يقولوا لك بليك الفن والراي تاع بكري نيفو عالي بزاف. وتاني كيما يقولوا كل وقت وقته، كل واحد وقته، فوالا. وعلى كل حال حاجه اللي على بالي بها راني سير سيك هاد لا جينيراسيون ولا لي دوتر جينيراسيون اللي هم جايين على بالي بليك يقعدوا يسمعوا شاب حسني، فوالا. نترحموا عليه، نقولوا ربي يرحمه ان شاء الله، ربي يرحم ان شاء الله كاع الفنانين اللي توفوا واللي راهم عايشين، ونتمنوا لهم ان شاء الله طوال العمر، واللي راهم مرض نقولوا لهم ربي يشافيكم ان شاء الله والسلام. العزيزة حرام عليكم راكم بدلتوني، عكستوها لي حتى في الفيزا، لا قلتوها غير باش تغبنوني. نعولت انا نشوف العزيزة، حرام عليكم راكم بدلتوني، سؤالي حتى في الفيزا، لا قلتوا غير باش تغبنوني. مقواني لا نهضر ندير النوب لهايا، علاش الباسبور كاين والهدال لهالا. تحياتي لكل الشعب الجزائري الشقيق والأخوة في الجزائر. ويمكن النهاردة في هذه المناسبة، يمكن مناسبة صعبة وأليمة شوية، النهاردة ذكرى الشاب حسني، أسطورة في الجزائر وخاصة بالنسبة للشباب في فترة السبعينات والثمانينات. كان لاعب كرة قدم في جمعية وهران، ترك الكورة وتحول لمطرب وكان أيقونة عند الشباب، سحر الشباب قبل ما يتم اغتياله في شهر 9 من عام 94، طبعا بعد مرور 28 سنة، لكن دائما بنتذكره بكل خير. كان أيقونة، انتاجاته ما كانتش كتير لكن ايقونه زيه زي الشيخ خالد. ربنا يرحمه ويتغمده برحمته، وتعيشوا وتفتكروا دايما بالخير والبقاء والدوام لله. وشاب حسني كان من الاساطير الكبيره اللي كانت موجوده في الجزائر، لذلك كان مهم جدا ان احنا نسجل هذه الكلمه لكل الشعب الجزائري الشقيق. السلام عليكم، معكم مرابي ليكاستور من مواليد وهران، كاتب وملحن في مجال اغنيه الراي. عندي اعمال مع عدة فنانين والحمد لله عملت صدى وعملت نجاحات الحمد لله يا ربي. واليوم تصادفنا ذكرى اغتيال او موت الشاب حسني مالك اغنية الراي اللي قاع تعلمنا عليه وتربينا على كلامه، وكان شغل بداية صادة في المجال ونجح في أعماله من هذا المنبر. نقول له ربي يرحمه إن شاء الله، وإن شاء الله هذا الجينيراسيون تاني اللي راهي جاية إن شاء الله يدوه كقدوة في مجال الكلمات النظيفة والأداء، وبرسكو الراي ولا الغناء سي رسالة توجهها إلى المجتمع. وغادي نمد لكم معليش لافوا، نمد لكم قطعه للمرحوم شاب حسني. طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربه، شديتي الحوض الليلي عليا ولاش دالغلبه،
فعلى غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحمد لله. بون السلام عليكم، معكم هو ريبو عبد الله، خريج مدرسة الحان وشباب طبعة أولى 2007. دونك اش غادي نقول لكم في هذه الذكرى، ذكرى وفاة المرحوم حسني، ذكرى 28، ربي يرحمه ويوسع عليه. اش بغيتوني نحكي لكم انا حسني؟ ما عندي ما نحكي لكم انا حسني. انا كنت صغير كيما تحسني، جافي 14 عام كيما تحسني. دونك مي ميم كنا صغار كنا نتبعوا بزاف حسني، وحسني يبقى في القلب توجور. مالغري كان لي الشرف اني عاودت الاغنيه تاعه في الترايم السابع من الحان والشباب 2007. هذا ولدي راه معايا. دونك فوالا، كان لي الشرف اني عدت الاغنيه تاعها طال غيابك يا غزالي في البرايم السابع من الطبعة الاولى. فوالا، وكانت هذيك اول مره يتعاود حسني على التلفزيون الجزائري. كان لي الشرف نكون انا هو السباق في هذه الفرصه، في هذا في هذاك البرايم. دونك فوالا، حسني بقى في القلب. ميرسي افو فيزيون تي في اللي راكم درتوا له هذه الذكرى. والحاجه المهمه انكم لقاكم تدعوا له، مشيت تسمعوا له ولا بصح ليق تدعوا لحسن، دعوا له بالرحمه، ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. و شبي نقول لكم الله غالب، سامحوني ما نجمش نغني باسكو مازال ما فاتتش 40 تاع الوالد تاعي الله يربي يرحمه. دونك فوالا، هذه هي. الله يرحم حسني، الله يرحم الوالد تاعي. وش بغيت نقول لكم؟ السلام عليكم. السلام عليكم، معكم فوزي طورينو. حبيت ندير لابتيت فيديو هادي في هذا النهار اللي صادف ذكرى 28 اللي اختي الفنان القادر شاب حسني، الفنان اللي كبرنا به، كبرنا بغناه بلا ما لحقنا به بلا ما نعرفوه. نتمنوا له ان شاء الله في هذا النهار الرحمه والمغفره، وان شاء الله يكون من اهل الجنه. السلام عليكم، تحياتي لكل جمهور الجزائري داخل خارج طرب الوطن، من عند خوكم امين تي تي. بمناسبه ذكرى وفاه المرحوم الشاب حسني، نطلبوا له بالرحمه ان شاء الله ورحمه لجميع موتى المسلمين. الشاب حسني اللي كان كما نقولوا اللي كان الاستاذ اللي كنا تبعنا بزاف طريق تاع الاغاني تاعو، اللي كان قدوتنا في الغناء، اللي غنى كاع المواضيع، غنى على الحب، غنى على اليتيم، غنى على الفقير، غنى كاع المواضيع. نقولوا ربي يرحمه ان شاء الله، ربي يرحم جميع موتى المسلمين. كثرونا بالدعاوي ان شاء الله، وتحياتنا لكم كاع كيما راكم. تحياتي، سلام. ودرك عمل فيديوهات على الفنانين، وين نروحوا؟ نروحوا للشارع قلب العاصمة، رايحين نسألوا الناس اسكو بعد 28 سنة من وفاة حسني مازالهم يسمعوا في غناه ومازالهم يتفكروا ولا لا؟ راني جيت لأجيسونس كيما قلت لكم، بوم على باليش البلاصة اللي راني فيها كسموها اكزاكت، من ما موتوا ما على بالكم. راني جيت باش نسقسوا الناس وندوا رايهم على اسكو على بالهم بلي اليوم هي ذكرى الوفاة تاع حسني ربي يرحمه، واسكو مازالهم حتى لدركا يسمعوا غناه ولا لا؟ قعدوا معنا. يعني خلي حياة يعني ما الغنى تاعو يبكي، كاينه اغنيه شعرف كي يغنيها بسم بالله تأمنيني غني بكي، كيجبد على يماه. ايه صح، راك فاهمه؟ يجبدنا على يما تاع بكري، على الوالدين، وعلى راك فاهمه؟ ولا غتبكيني. شوفي انا نحب الغنى تاع شوفي تاع بكري، نحب اللي جبدي تاع بكري، تاع يعني الحياه تاع بكري مش تاع دوكا، يعني غناها يعني بالطبع. نسمعوها يعني سينا مع التليفون نشوفها. شوفي. ولا غنشوفها. عايش نقولوا ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه وربي يجعله ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله. هذا ما نتمناه ان شاء الله. صغير خلى مسكين وليده، مرته صغيره، طفل صغير، ربي معاهم وش نقول. الله يرحمه، الانسان طيب وحسن، عنده الغنى مزيان شابين، وحنا لما نسمع لنا التوفاء حنا بكينا معه، رانا معه، ولا حنا عنده ما ماتش، رانا ديما في قلوبنا، ديما نسمعوا الغنى تاعو. واحد انا في قلوبنا الله يرحمه محمد تمر كاع نحبوه، الشباب جينيراسيون اللي ما لحقناش به كاع نحبوه ونسمعوه، ودرك غناه نيكزيستي ودرك غناه نسمعوه. الموسيقى تاع حسني بارابور للموسيقى تاع درك يا بعيده بزاف، نصر وشاب حسني شاب خالد هذوما كاع الله يبارك، كاع نتعلموا من عندهم، يحكوا في الصحيح، يحكوا ما همش يهضروا باطل، شغل اللي يعطونا في الحياه، يعطونا كيفاش ديريجونا، يعلمونا، ينصحونا،
ايه نحبوه ما سيرتو حاسني بخاص كاع الغنى اللي غناه على حياته الشخصيه كان يحكي مشاكل تاوعه حتى درك كي تسمعها تقول بالك راه يحكي على مشاكلي انا بارك الله فيك علاه واش حبيت نقول لك حابين شغل العادي يعلم فينا شغل هو يحكي على روحه كي كبرنا احنا ولحقنا جينا لحقنا اللاج تاع المسؤوليه ومنا شغل حسينا باللي الشيره ويحكي علينا ها معليش تقول لي اعطيني اغنيه شابه من غنى حسني اللي تبغيه انت طال غيابك يا غزاليه راكي طولتي في الغربه شديتي الحب يا دلاليه يا انا وعلاش الغلبه عرفتك شابه ما شاء الله وين نروح لازم ندير حسني نروح المغرب بالطوموبيل ندير حسني بارتو ندير حسني باسكو حسني يقيسك يعني واش مت في الفن يعني ما الراي حسني تعبك ملي كان هو ما كانش اللي خلف حسني شاي الغنيه اللي تعجبك فنان حسني لا تحسني تعجبني هذيك خبريني ميم سلات ميم سي لا ريبونس يدير من حبك ماني سير من حبك ماني سير خبريني ميم سي لا ريبونس يدير قدام الفرق علميني تعجبني فيك الزين والعقل تروحي كيفك انا نلقى تروحي عليا نهبل خبريني قدام الفرق علميني شكرا زيدني واحد اخرى تعرف واحد اخرى ماذا بيا طال غيابك يا غزالية راكي طولتي في الغربة ديتي حمدي دلالي علاه وعلاه هاد الغربة مادام كاين لي سبوار علاش كاع نقطعوا لياس هي اللي جامي تروطار هاني نبغيك يا بنت الناس جوني بزوان تتوع عمري انا بلا بيك رحت ومليت وانا عايش في الظلمه جي مالك يور ونيت تيرا دا 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 تيرا دا 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 تيرا دا 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 تيرا دا 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 واش نقول له الله يرحمه حسني ان شاء الله شاري يكون في اهل الجنه ان شاء الله وشكرا فنان مشهور سواء في العرب سواء في الموند دونتي كاع يتيك عند الجزائريين وعند العرب كاع يتيك الموند كاع يعرف حسني حنا سمعنا غناه كدا منا راكي معايا اختي وفنان كبير ونطلبوا له الرحمه اختي راكي معايا ان شاء الله ربي حسني 28 عام اللي مات بصح حتى لدركا مازال غناه يتمشى مازال الناس تسمع غناه مازال هاكي تسمع تاثر بغناه سي بيان سير اختي حسني ما حسني كاب كيما يقولوا يموت هو بصح الفكره تبقى كيما حسني عباره عن فكره اختي راكي فاهمه الحكايه سامح حسني بزاف انا واش تاثر فيا الشخصيه تاعو شغل هو راكي فاهمه الحكايه باسكو كانوا له كلمات ما كاش كيما تاثر بكلام ربي سبحانه شغل كي حسني يهضر ولا يغني شغل نحسو راه مريح معايا هكذا مريح معايا شغل يقصر معايا انا في كل شغل دوك تسمع كاين بزاف مساغر يقول لك راك تسمع حسني راك مقيوس قدام نو حسني ما يغنيش على سبور لي ستوار دامور نو يغني على كاع المجالات حسني يغني على كلش حسني راك ما يغني على يماه يغني على ليتيم يغني على كلش حسني مازال تسمع الغناء تاعو الاغنيه العاطفيه مازال ميت ومازال واحد ما دالوش بلاصو فيها سي فري ميم لي بارول اي حاجه كما نقولوها مازال تعيش لدرك باسكو داك الشغل هذا هو الفن تاع الصح الحاجه اللي ما تموتش مش كيما الغنى اللي راه يدور درك تلقاها ليه يموت بصح الحاجه اللي تكون صح فيها فن ما جامي ولا تموت على حسب هضرتكم باينه بلي نتوما ملي فان تاع حسني تبغوا حسني تسمعوا بيان سير بزاف باسكو شوما لو روا دو راي سونتيمونطال ما كاينش واحد في الديزاد ما يبغيش حسني ما تبكيش وليدي مكتوبي أقن صعيب وانتي شكيتي سمعتي الهضرة يا أنا وتقلقتي سمعتي الهضرة وتقلقتي نخدع عمري الشي محال جيتي تبكي وظلمتيني وكلام الناس أنا يبدل الأحوال وكلام الناس يبدل الأحوال ما شاء الله حبيت أنا نقول لهم بارك باللي عندكم لافا ما شاء الله والله ربي يحفظك صافي غران بليزير هذه هي حلقتنا اليوم الاستثنائية نقول لكم غدوة بجوسيب إكرام طايلة خير